أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الضرب والخنق في الرقية الشرعية لإخراج الجن وأذيته؟ هذا ما هو براقي، هذا مؤذي. الرقية ما فيها ضرب ولا خنق، فيها يقرأ القرآن وينفث على المريض أو على موضع الإصابة، هذه الرقية الواردة. أما الضرب والخنق هذا ما ورد. نعم. السلام الله عليكم. بعضهم يقول إذا كان فيها مس من الجن وتأكد من هذا فإن ضربه لا يقع على المريض، إنما يقع على الجن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لكن هذا ما يتقنه إلا المتخصصون. أما كل واحد يضرب وكل واحد يخنق هذا لا، ما يفتح الباب هذا. نعم.